أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أناب معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور حفل تخريج الفوج العاشر من طلبة كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين، والذي أقيم تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مسرح البحرين الوطني. وبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة أن التعليم الأكاديمي المهني والتطبيقي الذي تقدمه بوليتكنيك البحرين يعد ركيزة مهمة من ركائز تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة بما يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ولفت معاليه إلى أن بوليتكنيك البحرين وعلى مدى السنوات الماضية استطاعت رفض القطاع التعليمي ببرامج أكاديمية نوعية مبنية على الإبداع والابتكار ومواكبة المتغيرات الدولية والاحتياجات الفعلية المحققة لمبادئ وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وهو ما ساهم في تحويل هذه الكلية إلى مركز جذب يستقطب الدارسين لا على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي كذلك، على نحو يعزز من مكانة المملكة كوجهة مفضلة وذات ريادة في التعليم التطبيقي، مستندة في ذلك إلى إرثها التليد في تأسيس التعليم النظامي قبل أكثر من 100 عام. وأعرب معاليه عن أمنياته لمجلس أمناء الكلية برئاسة سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم والإدارة التنفيذية للكلية ومنتسبيها من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالتوفيق والسداد لمواصلة جهودهم في دعم وتوجيه مسيرة هذا الصرح التعليمي. كما هنأ معاليه خريجي الفوج العاشر من طلبة بوليتكنيك البحرين وأولياء أمورهم مثمنا جهودهم في التي بذلوها لبلوغ هذه اللحظة التي تتوج سنوات من الجد والاجتهاد، راجيا لهم النجاح والتميز بانخراطهم في سوق العمل ليكرسوا جل ما تعلموه في تقدم الوطن ورفعته. بعدها تفضل معاليه بتكريم الخريجين المتميزين أكاديميا والطلبة الحاصلين على مرتبتي الشرف الأولى والثانية، بالإضافة إلى تسليم شهادات التخرج للخريجين. من جانبه أعرب سعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية عن بالغ الشكر والامتنان لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لرعاية سموه للحفل، كما أعرب سعادته عن خالص شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور الحفل، تأكيدا على اهتمام معاليه البالغ بقطاع التعليم في المملكة بشكل عام وبكلية البحرين التقنية بشكل خاص.
شهدت العملية التعليمية على مدى الأعوام الماضية قفزات نوعية تواكب أهداف المسيرة التنموية الشاملة، وبوليتكنيك البحرين تعد شاهدا حيا على حرص الحكومة في تطوير التعليم بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ورفد سوق العمل بمخرجات قادرة على ربط المعرفة بالواقع. ليؤكد ذلك تخريج الفوج العاشر من طلبة الجامعة على نحو يضمن انخراطهم في بيئة العمل بقدر عال من الاحترافية والجاهزية. طبعا كلية البحرين التقنية ما يميز مخرجاتها في الواقع بأنها تتعاطى بشكل كبير جدا مع متطلبات سوق العمل وتركز على الجانب التطبيقي. هذه الدفعة من الخريجين اليوم تتمتع بقدر كبير من المهارات والمواهب الخاصة بالجانب العملي والتطبيقي الذي يتصل بقطاع الصناعة والقطاع الخاص بشكل عام. من دون شك مجلس أمناء كلية البحرين التقنية يعمل على مد الشراكات مع مختلف المؤسسات في القطاع الصناعي والقطاع الخاص لتلبية متطلبات هذه المؤسسات من الخريجين الذين يتمتعون بمهارات تطبيقية، وهذا هو التوجه الآن استراتيجي بالنسبة لمملكة البحرين من حيث الموازنة ما بين التخصصات الأكاديمية التي تقدم من قبل جامعة البحرين وعدد من الجامعات الخاصة، وأيضا التخصصات التطبيقية التي تقدم من خلال كلية البحرين التقنية. مجلس التعليم العالي يشجع مؤسسات التعليم الخاص على طرح المزيد من البرامج التي تركز على الجانب التطبيقي، وهذا في الواقع سيساعد قطاع التعليم في مملكة البحرين في إحداث التوازن المطلوب. اليوم هو الحفل العاشر للبوليتكنيك منذ 10 سنوات، ولكنه يوم مهم جدا لأنه يشمل أول دفعة لدينا من طلاب الماجستير الذين أكملوا جميع الأعمال الخاصة بمؤهلات الماجستير. لدينا أيضا مجموعة أخرى من الخريجين الذين يعملون في مختلف ميادين العمل والذين يجب أن يكونوا مهرة ومتمرسين. وبشكل عام سيتخرج اليوم حوالي 800 طالب في هذا العام، وهو أحد أكبر الأفواج التي لدينا منذ تأسيس البوليتكنيك، ونتطلع إلى رؤية هذا العدد يتزايد على مدار السنوات القادمة. متغيرات متسارعة يفرضها التطور التكنولوجي الذي أوجد مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته واسعة النطاق ومتعددة الأغراض تستلزم في المقابل تسخير الجانب الإيجابي منها بالصورة المثلى للاستعداد للمستقبل ذي الفضاءات المفتوحة لتعزيز واقع العملية التعليمية. وجامعة بوليتكنيك البحرين بفضل خططها وبرامجها تدعم هذه التغيرات المتسارعة. تخرجت من إدارة اللوجستيات العالمية، وهدى تخرجي حق أمي وأبوي، وأنا سعيدة وممتنة جداً على هاي اللحظة. أنا سعيدة جداً في هاليوم مناسبة تخرجي وحصولي على البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تخصص البرمجة، وهدى هالتخرج حق أهلي والطاقم كامل في بوليتكنيك البحرين. حقيقة وايد سعيد وايد فرحان بسبب هاي التخرج، وحبيت أشكر يعني إدارة بوليتكنيك إن أتاحت لي هاي الفرصة في الدراسة، وحقيقة الدراسة في بوليتكنيك كانت جدا متميزة، فيها تعب فيها تحديات، ولكن الحمد لله رب العالمين إنك تخلص ماجستير في سنة واحدة إنجاز جميل بصراحة. أهدي تخرجي حق أمي وأبوي وحق عائلتي وخواتي وأخوي وحق الأساتذة، ما قصروا معنا وساعدونا، والله حفلة حلوة ومرتبة وشعور ما يوصف. والله وايد مستانسين، استانسنا، تعب سنة كاملة ندرس ذكاء اصطناعي ماجستير، يعني تعلمنا وايد أشياء. جهود مقدرة وملموسة يبذلها رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في بوليتكنيك البحرين لتواصل هذه الكلية تحقيق الأهداف التي تصبو إليها عبر تقديم برامج أكاديمية مرموقة وقائمة على الإبداع والابتكار وبجودة عالية في مختلف التخصصات الملبية لاحتياجات سوق العمل. بوليتكنيك البحرين هي المؤسسة التعليمية التي تهدف إلى إعداد خريجيها للعمل على مستوى عال من المهنية والقدرة على ريادة الأعمال، واليوم نشهد تخريج الفوج العاشر من طلبتها من مختلف البرامج الأكاديمية ليكونوا مؤهلين لسوق العمل.
إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.